بيكم. ناس كانت بتسألني عن إعانات البطالة اللي بتقدمها الولايات للسكان بتوعها، وكمان بيسألوا عن البرامج الأخرى زي مثلا البرامج اللي بتساعد الناس إنها تدفع الإيجار، أو اللي بتساعدهم إنهم يدفعوا الفواتير بتاعة الكهرباء والمية وغيره وغيره. في الفيديو ده أنا هجمع لكم كده بعض الولايات اللي أعلنوا إنهم هيعملوا برامج مساعدة للسكان بتوعهم، وكمان لو أنت من الولاية بتاعتك مش موجود في الفيديو ده هقول لك إزاي تقدر تدور على الإعانات دي وتوصل لها إزاي. معاكم رانيا سلطان، ودي حكاية من الولايات. وفي اول الفيديو احب اكلم الناس اللي بتدخل على القناة عندي وكل شوية تهاجمني وتهاجم الفيديوهات اللي انا بعملها ويقولوا لي انت عمالة تساعدي الناس على انهم يشحتوا وبيضلعوا اعانات البطالة، وايه النظام ده، ما تقولهم يشتغلوا بدل ما يدوروا على اعانات. الحقيقة الناس اللي بتتكلم دي للأسف هي مش مطلعة على الاخبار اللي بتحصل في امريكا، ومش شايفين الاعداد الكبيرة اللي مش لاقية شغل. احنا في ازمة كبيرة جدا، الكلام ده مش انا اللي بقوله، الكونجرس بيقوله والرؤساء بتقوله، وفي ناس كتير من محللين اقتصاديين بيقولوا ان احنا في ازمة كبيرة جدا، ناس كتير مش لاقيين الشغل، وكمان سموا الفترة اللي احنا فيها العاصفة الكبرى. مش بس كده، كمان الارقام بتبين كده، هي اكتر من 67% من القوة العاملة اللي موجودة جوه امريكا بتتلقى مساعدات من الحكومة بشكل او باخر. في اكتر من 20 مليون واحد مقدمين ابليكيشن عشان ياخدوا اعانات البطالة. في 26 مليون واحد امريكي تحت خط الفقر مش لاقيين اكل كفاية لولادهم، لدرجة ان الكونغرسمان رو كانا طلع بشكل بوبليكلي وقال مش ممكن ابدا ان اغنى دولة في العالم امريكا يكون فيها 26 مليون واحد مش لاقيين اكل كفاية اكل ولادهم. الكلام ده مش انا اللي بقوله، الكلام ده الارقام اللي موجودة. ولو انتوا دخلتوا على يوتيوب هتلاقوا فيه فيديوهات كتيرة جدا زي الفيديوهات اللي انا بعملها بتتقدم من مواطنين هنا في امريكا بلغات مختلفة. هتلاقوا فيه واحد كوبي، واحد صيني، واحد هندي، كل واحد بيحاول يساعد الكوميونيتي بتاعته. فالاعانات دي مش بتروح بس للكوميونيتي بتاعتنا العرب، لكن كمان كل واحد بيحاول يساعد الكوميونيتي. فانا الحقيقة مش فاهمة ليه الهجوم دون. وبعدين لو حضرتك ربنا اكرمك وعندك شغلانة وعندك سيفينجز والوضع بتاعك ما تأثرش بسبب الفيروس، فناس تانية مش كده، مفيش داعي ان انت تتشفى فيهم وتشمت وتضحك عليهم وتتهمهم بالكسل، لان الاحصائيات بتقول مفيش اشغال فعلا مفتوحة كتير دلوقتي. المهم نحط الموضوع ده جانبا خلاص بقى ومش عايز اتكلم فيه تاني. نرجع تاني للحكومات والحكومات المحلية والولايات بتساعد مواطنيها ازاي. زي ما انتوا عارفين ان في اول السنة بتيجي الحكومة الفيدرالية بتدي معونات للولايات والحكومات المحلية عشان يصرفوها على المواطنين بتوعهم. في اخر السنة كل ولاية بتشوف الميزانية بتاعتها وتشوف الفلوس اللي ما تصرفتش لازم يرجعوها تاني للحكومة الفيدرالية. طبعا حكام الولايات مش عايزين يرجعوا الفلوس دي، فبيبتدوا بقى يعملوا برامج كتير عشان يساعدوا المواطنين بتوعهم، من مصلحتهم انهم يساعدوا المواطنين بدل ما يرجعوا الفلوس للحكومة الفيدرالية. فعشان كده في الوقت ده هتلاقوا في ولايات كتيرة بتبتدي تطرح برامج كتيرة عشان يوزعوا الفلوس ويساعدوا المواطنين بتوعهم. انا في فيديوهات قبل كده قلت لكم على كام ولاية، والنهاردة هجمع لكم الولايات دي زائد كمان شوية ولايات جديدة اعلنوا الكلام ده. فمثلا عندنا زي ولاية ميتشيغان، حاكمة الولاية طلبت من المجلس بتاع الولاية ان هو يوافق على طرح 100 مليون دولار علشان خاطر عايزة انها تطلع ستيمولس تشيكس، يعني شيكات تحفيز، وعايزة تساعد اصحاب الاعمال الصغيرة، الناس اللي الشركات بتاعتهم فيها اقل من 500 موظف، وعايزة كمان تساعد القطاع الصحي عندها في الولاية. فالمفروض ان في خلال الاسبوع ده في 100 مليون دولار هيطرحوا في ولاية ميتشيغان. ولاية زي أوريغون عندهم قانون داخلي في الولاية ان لو نسبة البطالة جوه الولاية زادت عن 8% هيمدوا اعانة البطالة 20 اسبوع، ولو الاقتصاد اتحسن شوية ونسبة البطالة قلت فبقت من 6.5% ل 8% هيمدوا الاعانة ل 13 اسبوع. عموما سواء كانوا 13 ولا 20 اسبوع، يعني دي مدة معقولة لغاية ما نشوف الحكومة الفيدرالية هتعمل ايه مع الناس. ولاية تانية زي ولاية واشنطن طرحت مبلغ كبير قوي 135 مليون دولار، قالت انها هتخصص 70 مليون منهم لأصحاب الشركات الصغيرة، 30 مليون للناس اللي هي محتاجة القروض سواء شركات او افراد،
20 مليون للناس اللي مش قادرين انهم يدفعوا الرنت بتاعهم او الايجار، و15 مليون للناس اللي عايزه مساعده في دفع اليوتيليتي بيلز، كهرباء والميه والغاز وغيره. ولايه زي نيو مكسيكو قالوا انهم هيدوا اعانات بطاله، شيكات تحفيز يعني، 1200 دولار للناس المستحقين، ينطبق عليهم الشروط جوه الولايه. وقالوا انهم هيدوا لاصحاب الاعمال الصغيره، الشركات الصغيره، هيدوهم قروض تصل الى 50,000 دولار. وكمان بنوك الطعام اللي جوه نيو مكسيكو هيحطوا فيها فلوس كتير جدا عشان يقدروا انهم يكفوا الطلبات بتاعه الناس. ولايه زي رود ايلاند قالوا انهم هيطلعوا شيكات تحفيز للناس 400 دولار، الناس المستحقه. كمان ولاية زي كولورادو قالوا هيطلعوا شيكات تحفيز ب 250 و 300 دولار على حسب. ولاية زي ولاية كنتاكي قالوا انهم مخصصين 40 مليون دولار لمساعدة اصحاب المطاعم الفترة الجاية. طبعا بسبب اللوك داون مفيش حد يدخل جوه المطاعم اندورز دايننج، وطبعا لان الشتاء جاي وده الجو برد جدا مفيش حد هيقدر ان هو ياكل بره المطاعم، وبالتالي المطاعم هتأثر، فرصدين 40 مليون دولار لمساعدة الناس دي. طيب هل في ولايات تانية؟ اكيد كل يوم بنسمع عن ولايات جديدة، فانا دايما في الفيديوهات بتاعتي كل ما يطلع ولاية جديدة هقول لكم الخبر ده في الفيديوهات بتاعتي، عشان كده بطلب منكم تعملوا سبسكريبشن وياريت تشيروا الفيديوهات بتاعتي عشان ناس كتير تستفيد. طب لو انت الولاية بتاعتك اسمها مش موجود في اللي ذكرناه ده، انت ممكن تسأل في الولاية عندك ازاي تدخل على الويب سايت بتاع الولاية بتاعتك. هتلاقي في البار اللي فوق حاجة تحت اسم مثلا programs او resident services او public service، المهم ان انت تشوف التاب اللي فوق وتشوف ايه البرامج اللي طرحينها. لو ما قدرتش توصل لحاجة عن طريق الويب سايت، في تليفونات هناك كلمهم في التليفون او ابعت لهم ايميل. لو ما عرفتش توصل لحاجة للولاية ممكن تروح للسيتي بتاعتك، المدينة اللي انت ساكن فيها، ادخل على الويب سايت وشوف البرامج دي. ما قدرتش كلمهم في التليفون، او اللي انا افضله ان انت تروح السيفيك سنتر بتاع المدينه اللي انت ساكن فيها. فطبعا طلع العنوان بتاعه، وقبل ما تروح الشغل الصبح عدي عليهم قول لهم انا مواطن في المدينه دي وعايز مساعده في الايجار، عايز مساعده في اليوتيليتي بيلز، عايز مساعده في كذا. قول لهم بالظبط انت محتاج ايه وشوف هم هيقولوا لك ايه. ولو ما كانش عندهم في المدينه قول لهم طب ساعدوني اوصل، هل الكاونتي عامله حاجه، هل الولايه عامله حاجه، وهم هيدلوك وهيقولوا لك تعمل ايه. لكن لازم تسأل ولازم تدور. طبعا هم 50 ولاية، فانا مش هقدر ادخل على كل ولاية واشوف كل ولاية عاملة ازاي، عاملة ايه يعني والبرامج بتاعتها. لكن انت ممكن تدخل على الولاية بتاعتك والمدينة بتاعتك وتشوف ايه اللي مطروح واسألهم، قول لهم انا محتاج مساعدة في ده وفي ده وفي ده، اوصل له ازاي. الفترة الشهر ده يعني المفروض ان الامور هتتحل شوية، فتقدر تاخد شوية فلوس تساعدك لغاية ما نشوف الحكومة الفيدرالية ناويين يعملوا ايه. المفروض ان يوم الاثنين اللي هو 30 نوفمبر الكونجرس رجع تاني من الاجازات بتاعته، المفروض هيبتدوا بقى المفاوضات تاني. ولكن الكلام اللي احنا سمعناه ان الفترة دي المفروض بيتكلموا كمان عن الـ government spending او الميزانية بتاعة الحكومة، وهم عايزين يحطوا شوية فلوس في الحكومة عشان يمنعوا الشت داون، ان الحكومة تغلق تماما لان الفلوس ما عند الحكومة قليلة. فهم للأسف دلوقتي هيكونوا distracted، مش بس بيتكلموا في الـ stimulus checks، لكن كمان هيتكلموا في الـ government spending والميزانية بتاعة الحكومة. هنشوف هيحصل ايه. طبعا الفتره الجايه انا هقول لكم كل الاخبار. الفتره الجايه في اخبار كتير، خصوصا الشهر ده اكيد في اخبار كتير قوي. لو الفيديو بتاعي ده كان نفعكم في اي حاجه واداكم معلومه زياده، يا ليت تعملوا سبسكريبشن في القناه وتشيروا الفيديوهات بتاعتي عشان تبقوا موجودين في الكوميونتي وتعرفوا كل اللي بيحصل اول باول. كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.